عارف بس عشان اقول لك عندك هذا العمر صور العمر احنا الاثنين مو ضابطين طبعا احنا قاعد نسوي كذي عشان نحمس الشباب اللي ويانا بدر حمس يا ابويا اول شيء ما راح اخليك تبلش وياك وتكمل لعب الا لما تقول كلمه للمنتخب الله يوفقكم يا المنتخب روحوا وفوزوا كلنا اخوان في هذا ابيك تقول توجه الناس يلعب لا روحوا الساعه كم مباراه 6:30 الساعه 6:30 مباراه الكويت ومنتخب الاماراتي وتابعوهم راح يفوزون ان شاء الله باذن الله الله يوفقهم وشنو بعد منتخب الاماراتي والكويتي الساعه 6:30 الساعه 6:30 يا جماعه شوفوا المباراة ودعواتكم للمنتخب شدوا حيلكم لا تسمعون حق بدر كله قطة ورا الشمس لا 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 سمعوا لي لا لا تفضل اذا متسابقين الاربعة انت عندك اثنين وانا عندي اثنين اسمك علي علي حسين حسين وين ايش قاعد تسوي يلا اسمائهم شو اسمك علي وانت حسين علي وحسين علي وحسين علي وحسين اذا علي وحسين علي وحسين صدق والله كنا مضب شنو انت منظره لا يا شيخ لا ثالث مره تقول شيء كذي راح شنو انت منظره راح نبلش وياكم هو فريق وانا فريق بدر عنده علي وحسين وانا عندي علي وحسين تفضل انت لاين 10 تفضل يلا. والشباب يلا. ربعي لاين 9 واحد 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 يلا يلا من يبلش اول انتوا تبلشون اول يلا يلا واحد واحد خذ كره وين تعال تحرك يا جماعة بسرعة إذن يلا ستة أول واحد تفضل أنت يلا. أول واحد انطر روح غلطان 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 واحدة صاحبنا واحدة تعال. تفضل أنت بسرعة لا دش داخل بعد لا ها مفروض حيل صفر لا لا تعال تعال وين رايح ما يصير تعال بروح اطيحها تعال ما يصير خليك هني واقف تفضل الثاني ما الظاهر طالعين علينا هذول ما يا سلام عليك يا سلام عليك شقول اسابس شقول ها شش تقول منو الاكثر الحين طقه لانه متعادل طقه حياك خلينا نخلص يلا ايوه الله اكبر عليك يا سلام ما شاء الله باقي ثلاثه تعال باقي ثلاثه هني روح حيل بسرعه طيب. بسرعه لا تدش داخل لا شلون كذي اذا فريق علي وحسين رقم واحد فريقي يفوز الف مبروك تستاهلون مبروك حياك اعطوني الجوائز مبروك هذه جائزه لكم انت امسك الجائزه تعال انت فر هذه خلينا نشوف شنو يطلع وياك خلينا نشوف جائزه مقدمه من كوزمو الجمهور ناطر احد هذه الجوائز اخوك محتر حده قاعد فوق خله اذا وين فري كاب وينه الف مبروك تستاهل خلينا نشوف الاثنين الباجين تعالوا فر واحد خلينا نشوف جائزة مقدمة من كوزمو هذا شنو هذا جائزة مقدمة من كوزمو اللي هي 5 دنانير فاوتشر الف مبروك شو تسوي فيهم راح تلعب اكيد شنو هذا شنو الجائزة هذه 5 دنانير فاوتشر يلعب لعب 5 دنانير وين كوزمو صدق بس لا ما تشغل فيه راح تجيب منك تعال انت ما راح تعال طالعني شوف الكاميرا شو اسمك علي ابو علوه ما راح اطلعك زعلان راح اعطيك جوائز مقدمه من الرعاة ايش رايك تستاهل مشكور حياك الله اذا شنو مشكور اخذ جائزه قاعد اقول مشكور اذا انا وبدل يا جماعه راح نكمل المشوار راح نلعب راح نلعب من الحكي هذا حق اخوي ادري راح نلعب راح نلعب وياكم المشوار بعد ما نروح لا شيء اخر على الكاميرا عقب ما نروح حق هالفاصل والمشهد نشوفه ونرجع وياكم في كوزمو عاشوا بارحة امس كنت انا شو اسمه جالس في الحلاق صار الحلاق احلق شعري عند الحلاق اي الحلاق طوني تبوله ولد عم الياس مجدره
إيه هذا إيش اسمه راعي الحلاق. وإذا به يقول لي طوني هو يقص الشعر يقول لي خيو، قلت لها قال لي أنا عندي كلمات أنا شاعر. قلت له وين كلماتك؟ أعطني إياهن. جاب الورقة وفر عند علي، أخذت الورقة قريت الكلمات وإذا بها كلمات جميلة، كلمات تنم عن كلمات شاعر ممكن أنا أغنيها مستقبلا. أحضرت هذه الكلمات شكيت إنك تسأليني هذا السؤال. راح تقراها لنا؟ راح أسأل أقول لكم الشعر اللي كتبه الأخ هذا صاحبنا. إيه تفضل تفضل. يقول خرطش برطش يا أبو ريشة وبألحانك فرفشنا، جمل صوتك يا أبو ريشة دخلك أوعى طرطشنا، وخبز رقاق انت لبيزة، خبز رقاق انت لبيزة، خبز رقاق انت لبيزة، خبز رقاق انت لبيزة، شفتك لينكس دينار دينار، وشفتك لينكس دينار دينار، وشفتك لينكس دينار دينار. شفت هالمقطع؟ شفته ايه. اي من قاعد يغلد؟ عبد الله بالخير. عبد الله بالخير طبعا مسا عليه فنان. اي والله شو اللي ذكرك بهال؟ انا قبل لا يذكرني بس بقول حق عمر وبدور يعني انتم ما تعرفون تلعبون بولينج، قاعد تقولوا لي بنلعب بنلعب ايش انا وياك لازم يبا والله ما راح اكثر بخاطرك وراح انزلك ان شاء الله. أوكي. طبعا الحين عندنا فقره مع المتسابقين. أيه؟ بس بسالك سؤال، برمضان نزل وزنك ولا زاد؟ والله أقول لك شغلة، رمضان يمكن ما قاعد أنام لثلاث إلى أربع ساعات بس مصدق رمضان وأكل مو مرتب غصبا علينا، كان هو شغلنا بالبرنامج اللي سويناه أنا وبدور، وكان عندنا يعني نخلص برنامج من الهوى واحدة نخلص ثنتين استديو ليه 12 الظهر لا 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 بدري يوزع باستديو يعني ما شاء الله. فهم مسوي أغاني مسرحيات في كم مسرحية في مسرحية كتاب العجائب الحين هو اللي مسوي الأغاني، فلازم أنطر أقعد معه أنطر فهم يعني حتى النادي ما نادي ما قاعد تروح النادي يعني ما زاد وزنك خلينا نقول نزل يعني اعتقد ضعفت وايد يعني عدل. انزين شو اللي عندك الحين اعمال؟ عندك مسرحيه الحين بالعيد ولا شيء؟ في شيء جديد قاعد نرتب له ان شاء الله نقول بعد العيد. ايه ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يوفقك اجمعين. وش اللي تفضل التلفزيون ولا المسرحيه؟ يشوف كل واحد له لعبته يعني. صح التلفزيون يعني احنا جربنا اول مره هو الحين برنامج سويناه واستانسنا وايد حلو. المسرحيه تشوف رده فعل الجمهور طبيعيه يعني تقول شيء تشوفهم قدامك يضحكون. صح التلفزيون انطر عاد. صح التلفزيون بعدين تشوف رده الفعل. ايه. صح صح. بس اللي تفضل افضل؟ ها. والله ها. ما ادري احبهم اثنينهم كلهم. ايه كلهم. زين الله يوفقك. يلا الحين راح نبلش مع المتسابقين. تفضل.